صباح الفل، صباح الورود يا وردة. انت الوردة، يسعد صباحك صباح حبيبتي. يسعد صباحكم جميعا، واهلا وسهلا فيكم بنهار جديد وصباح جديد من صباحاتنا بصحصح. وعلى فكره كل الحلقات عم بتكون نخشه ولذيذه وبتضحك ومودنا عالي وامورنا تمام. مودنا لطيف صراحه، وان شاء الله يا رب دائما هيك بتكون ايامكم حلوه وبكون المود دائما رائع. اليوم انا ما بعرف ولا إشي عن الحلقه. الست رهف بعثت لي قالت لي ندوش في مجموعه من الاسئله بدي اسالك اياهم على الهواء مباشره، بدك تجاوبيني عليهم، لهم علاقه بالصداقه وبصحتنا الى اخره. فانا اليوم زيكم ما بعرف ولا شيء عن الحلقه. يعني انا دائما بلاحظ قد ايه اي فيديو او اي مقطع بينزل واحنا بنحكي عن الصداقه او عن صداقتنا قد ايه الناس بتتفاعل معه بشكل كثير كبير. صح. مش عشان انا بعتقد لانه انتم اكثر شيء بتحبوه فينا غير انه بتحبوا شخصياتنا وبتحبوا كل واحدة منفصله، بس بيحبوا يحسوا انه لسه في شيء حقيقي بين الناس. صح. وهذا الشيء احنا بنتمنى انه يضل لابد الابدين امين، وانتم كمان الله يخلي لكم اصدقائكم يا رب. يلا ستي تيوند. يلا ست ناديه، شوفوا هدول الاسئله عنوانهم اسئله بتسالوها لشخصكم المفضل، فانا اخترت اني اسال شخصي المفضل ست يا روح ناديه انتي. هاي الاسئله. اول سؤال بيقول لحظه صارت بيننا وبتتمني انها تتكرر. لحظة صارت بيننا وبتمنى إنها تتكرر. كل مرة بطلع عليكي وبكون متضايقة وبعرف إنك فهمتي إني أنا متضايقة، حتى لو ما كنت بدي أصرح عن سبب انزعاجي بهديك اللحظة، والمجهود اللي بتحطيه إنك تسعديني بدون ما تعرفي سبب تعاستي، وبتصير بشكل دائم هاي القصة إنه أنت منيحة نادية. آه حبيبتي أنا منيحة، ما بكون منيحة مرات، وما بكون جعبالي أحكي عشان ما أكبر القصة براسي. هي اللي بتعمل، ما بتصدق إنه أنا منيحة، هي بتسمع ما بين السطور، بتسمع الكلام اللي أنا ما قلته، فهي بتحط مجهود بطريقتها الخاصة إنها to make me happy، حتى وهي مش عارفة أنا ليش مش منيحة. حبيبة قلبي والله أنت. والله you do this. تعرفي هلأ لما قلتي هيك إيش تذكرت هاي اللحظة، مع إنها كانت لحظة نوعا ما حزينة، ما بتمنى انه لا انا ولا انت نكون حزينين بحياتنا، بس بتمنى انها تتكرر من ناحيه معينه. مره كنا انا وناديه مسافرين على العقبه وقعدنا بنفس التخت وعبطنا بعض واحنا التنتين صرنا نبكي. ما بتمنى انها نبكي، بس بتمنى انه دائما نكون عابطين بعض وقراب بهالقرب بهالمستوى العالي من الدفى والاخوه، لانه انت يعني قد ما كنتوا اصدقاء مش بالضروره توصل العلاقه انكم تكونوا عابطين بعض بتخت وكل وحده حزنانه لسبب معين، بس قادرين انه هالقلبين هيك يحضنوا بعض ويقولوا انه كله رح يصير منيح. وكل شيء صار منيح الحمد لله. يلا شوفي بيننا ذكريات يا رهوف. اه والله يا ندوشة رهوفي، انت بتعرفي انه بشهر 10 بصلنا 15 سنه على هوا. 15 سنه، بتعرفي شو صار فيهم ال 15 سنه؟ وبعدين 15 سنه باكثر عمر حساس. آه وباكثر مرحله عمريه حساسه. انا بتوقع يمكن كل كل السنوات الجاي بعد يكون فيها تغيير، بس مش تغييرات مش دراماتيكيه قد اللي مرق. مش ضروري نقول لكم، انتم بتعرفوا انتوا ادرى لو تعرف بغيبتك شو صار. تعدي للسؤال الثاني. يلا ليتس جو. يلا كيف بتوصفي علاقتنا لشخص غريب؟ لنفترض تعرفتي على شخص أجنبي ما بيعرفنا ولا بيتابع صحصح ولا كيف توصفي له علاقتنا؟ هي أختي مع اختلاف نهايات أسمائنا. يا باي يعني ما بدها زكا. عائلة أمي يا زكزك يا زكزك أنت. أنا بقول له we are soulmates. We are. She is my person. إذا أجنبي هو. إذا أجنبي عشان. My person يعني and I love برتغالي مثلا. تقولي له أختي بس من فخذ ثاني. بقول لك what does this mean? What is عشيرة? What do you mean by توطوله? فهي أختي بس هي صوالحة وأنا زعبية. طيب إيش أكتر نقطة مشتركة بيننا؟ الاجتهاد، والأهم منه حسن النية. إذا في إشي بجمعني بهاي الست بخليني أتعلق بها، وأنا ضد التعلق وهذا الحكي حكيته كتير، إنها حسنة النوايا. إنها ما بتفرح لزعل الآخرين، لا تضمر الشر، لا تكسر الخاطر، لا تقطع الأرزاق. هاي ست اللي بقلبها بتشوفوه على وجهها. ما بتكذب، ما بتفبرك قصص، ما بتحكي عن سمعة الناس، حريصة جداً إنها تعطي كريدت لكل شخص أنجز إنجاز. فأنا بالنسبة لي دائماً شو بقولك رهوفة، ديسنسي. أنا نقطة ضعفي بهذه الحياة الأشخاص الديسنت. أنا مؤخراً صرت لما أي حدا
يسألني زمان لما كنا وإحنا أصغر شو النقطة المشتركة بينك وبين نادية، أقول لهم إحنا في بيننا كيمستري، إحنا كتير بنحب بعض، إحنا كتير بنتسلى مع بعض، إحنا بنفكر بنفس الطريقة، إحنا إحنا إحنا. بعد مرحلة من النضج وبعد ما مرق على صداقتنا سنوات طويلة وسنوات كتير غنية، سنوات يعني غنية السنة يعني 365 يوم صداقة، يعني 365 موقف بيصير فيها، مش صديق بشوفه مرة بالسنة ولا مرة بالخمس سنين. فعلى كبر وعلى نضج، وأنا هاي الجملة حكيتها مؤخرا، أهم نقطة مشتركة بيني أنا ونادية هي بوصلة الأخلاق. احنا ممكن نختلف والله بالتفاصيل، واحدة بتحب تنام، واحدة بتحب تصحى، واحدة بتحب تسافر هون، واحدة بتحب تسافر هون، واحدة بتحب النظام، واحدة ما بتحب النظام، هاي كلها تفاصيل. البوصلة الأخلاقية أنا عمري ما اختلفت مع نادية بمبدأ يخص العدالة، الظلم، الحق، الخير، الشر، الأبيض، الأسود، هاي أمور إحنا ما بنختلف فيها. فلهذا السبب هاي الشراكة وهاي العلاقة استمرت ل15 سنة بنظافة، بنقاء. في ناس بتستمر علاقاتهم بس لا بيكون فيها لا أخلاق ولا مبدأ، مبنية على المصلحة، مبنية على النفاق، مبنية على الكذب. أنا ونادية بوصلتنا الأخلاقية واحدة، ثوابتنا واحدة. ولما الثوابت تجتمع وتتشابه الصداقة تعمر. شو أول إشي لما تشوفيه بتتذكريني غير القرد؟ سعدان. أنا وين ما أروح بأفريقيا كل ما أشوف سعدان يا حلوة هيك بقول ندوشتي وينك يا عمري. استني لا جد، شو الإشي اللي بس أشوفه بتذكرك؟ الملوخية. عن جد؟ أنا أقول لك الملوخية. أنا أي شيء يعني مش عاب أعطيكي جواب عميق طبعاً، الأخلاق لا والضمير. لا خلص حكينا، حكينا. فالملوخية، الملوخية. أنا بس أشوف أي نوع شوكولاتة غريبة بتذكرك. إذا هيك اسمع الرهف مثلاً بتكون مسافرة تسألني ندوشتي حبتي شو أجيب لك، ما أنت ما جبتي لي شيء من تركيا شوكولاتة؟ لا جبنا بكلافة. إيش وينها هلا؟ أكلتها ريا. حياة ربي هلا بس حكيتي. لا أجيب لك بكلافة. لا ثانية دقيقة بس، دقيقة نقطة نظام. أنا كنت بدي أسألها سؤال، شو بتتوقع يفرقنا؟ هيو بده يفرق. هلا شوفوا شو اللي بيصير، اللي بيصير صح معك حق، انا هالمره ما جبت لك كل علي ان شاء الله. لا بس انا قلت لك جيبي لي شوكولاته تركيه او بقلاوه او إشي، مالك؟ اسمعي يمكن لسه عنا صفط بكلافا. ما هي إزارية الله يسلمها رفتهم. ومسافر اليوم كمان اخذته. خلص يا حبيبتي ولا الا ما يكون في تركيش ديلايتس. اعطيني شيء تركي. لا لا رح اجيب لك وعد. انا دائما بحب السويتس الغريبه. أيوة. يعني اي حدا مسافر بقول له جيب لي شوكولاته من بلد المنشا، يعني انت رايح على الموزمبيق جيب لي شوكولاته من هيك. بس هم مو شغلتهم الاتراكشن. اي نو اي نو، بس يعني اي شيء سويتس يعطي اي شيء. مزبوط بكلافه. خلص بكره بدي اجيب لك. خلص طيب شو الاغنيه اللي بتحسيها انها بتوصف علاقتنا؟ في اغنيه اهديتيني اياها وانا الله يسلمني بالهنيمون. ايش هي؟ حكيتي هاني ايام مكه. صح كانت إشي حزين تبعت انه بتقويني فيكي و... لمين كانت؟ شو دراني بس انا عم حاول اتذكر كلماتها. حكيت شو دراني اللي هي احكي معي. غابت وقتها انه فتره طويله بس ترجعي وبس تروحي. إيهاب لازم يتذكر. طب عشان تنذكر أغنية تانية. أنا الأغنية بتذكرني فيكي كتير. وأنا هلقيت أنا. هي بتوصف علاقتنا، مش في كتير أغاني بتذكروني فيكي، بس أنا لما بسمع ضحك ولعب وجد وحب بحسنا إحنا هيك ضحك ولعب ميكس أوف كل كلهم. هلا في أغنية رهف اللي هي لما بضمك عصديري، رهف سمعتها ببيروت. صح. وإجت قالت لي نادية في أغنية رح تكسر الدنيا، قلت لها يا بنت الناس سمعتني إياها، بتتذكري؟ بتذكرها. هاي الأغنية قد ما عملت ضجة وقد ما عملت نجاح بقول هاي رهف اول وحده سمعتني اياها. ولما انا بتذكرني فيكي كثير وهيك بتذكرني بفيز كمان، بفيز تبعتنا طبعا انا وياكي. مرحله مصخمطه هيها. سمع يلا. يلا صح 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 صح